الحقيقه سيس نزار، احنا لحد دلوقتي ذكرنا كام نقطه وانا احب ان احنا نلخصهم بسرعه. احنا ذكرنا خمس نقاط بالضبط، قولهم لنا يا سيس نزار. اوكي، نمره واحد هو يوم تمجيد يسوع، نمره اثنين اتمام وعد يسوع، نمره ثلاثه تحقيق او تتميم نبوات العهد القديم، نمرة أربعة يوم الامتلاء بقل التعريف يوم الامتلاء بالروح القدس، ونمرة خمسة ذكرت أنه يوم إعطاء مواهب الروح القدس. فمنيجي لنقطة السادسة، أو إذا في أكثر كمان. النقطة السادسة، في عندي نقطتين تانية يا سيس نزار. أوكي. النقطة السادسة هو يوم معمودية الروح القدس. هون لازم توضح شوي أكثر أسيس، وضح. نعم. هون محتاج توضح شوي أكثر. أيوة، هو يوم معمودية الروح القدس. بيتكلم في سفر الأعمال أصحاح واحد الآية خمسة، الرب يسوع بيقول لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. معمودية الروح القدس واحد من ضمن المعاني الأساسية بتاعتها هي دمج المؤمن في جسد المسيح. بيقول في كورنثوس الأولى 12-13، ودي الآية التعليمية عن معمودية الروح القدس، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فمعمودية الروح القدس تاخد نزار شاهين، وتاخد رضا عدلي، وتاخد الأخ زكريا اللي اتصل من شوية، وتاخد الأخت مريم، وتاخد سين وصاد وعين من الناس اللي يؤمنوا بالمسيح، وتحطه في المكان المناسب في جسد المسيح. تاخدنا زي ما احنا بعملنا، تغيرنا، تهيأنا، تجددنا، ويحطنا في جسد المسيح، بمعنى أنه يستخدمني عشان خاطر يديني موهبة، فالعين تقوم بشغلها، الصباع يقوم بشغله، المناخير تقوم بشغلها، وكلنا نبقى بنشكل جسد واحد هو جسد المسيح. المسيح هو الرأس، والمسيح هو الجسد، هو جسد المسيح، وده رأس المسيح، فالمسيح هو الكل في الكل. ومعمودية الروح القدس تحطني جوه جسد المسيح، تحطني في المكان الصحيح جوه جسد المسيح. عشان كده أنا عايز أقول لكل مؤمن، إن كنت عضو في جسد المسيح أشكره، قول أشكرك يا رب، الروح القدس حطني في المكان المناسب. هو بيقول أما أنتم فستتعمدون ليس بعد هذه الأيام بكثير. وفعلا ظهر الرب يسوع 40 يوم للتلاميذ، وبعدين في يوم 50 أتى الروح القدس لكي يعمد الكنيسة، وأتى الروح القدس لكي يعمد كنيسة الأمم في بيت كارنيليوس في أعمال 10، زي بالضبط ما حدث في البداءة مع جماعة اليهود في يوم 50 في أورشليم. أنا بشكر ربنا يا سيس نزار إن إحنا موجودين في جسد المسيح، وإن الروح القدس أخذنا نجرنا ووضبنا وعدلنا وهيأنا وجددنا ووضعنا في جسد الرب يسوع. فالروح القدس في يوم 50 يوم متميز، لأن الرب يسوع قال أنتم ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير، وده اللي حصل معانا.